متابعينا عبر القنوات الرياضية السعودية، أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم في هذه القمة الكبيرة، ليلة من ليالي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وطابت أوقاتكم بكل خير. واحدة من المباريات المنتظرة وبطموحات عالية للفريقين، حيث الشعلة يستضيف نجران، كبير نجران في ملعب الشعلة هنا بالخرج. بالتأكيد مباراة حافلة بالكثير، وبإذن الله موعدين بكرة قدم يعني حقيقية بين فريقين لهم صولات وجولات في الكرة السعودية. في فريق نجران هذا لاعب حسام مجرشي، وكرة تلعب الآن، بداية المباراة عند الفريق النجراني، تعود إلى الخلف إلى كارلوس طلال هوساوي، وصراع الوسط حاضر في وسط الملعب على الدائرة والأمامية لوليد الشنقيطي، لكن تقطع من أمام عميل مهدبي، هذه كرة فرصة، شادي حماوي يمشي على الجهة اليسرى والهدف الأول يأتي، الله، فرصة لنجران تضيع بشكل غريب، تزيد تكروني بشكل جميل، وخلص المرمى الشعلاوي من هدف في الدقائق الأولى. كرة تلعب أمامية راسية في المرمى، جول لنجران، يصل الشباك ويهز الشباك، نجران الجنوب، الله، على هدف جميل.